بقى يا أدهم فكها. أحاول والله صدقيني بس مش عارف، أنا متلخبط أوي. Very confused. يعني بعد ما لقيت الأرض دي كلها ومال وأهل، شوف طيبين وبيحبوك إزاي. أنت عارفة أن الأرض والفلوس دي ما كانتش أصلاً في حسابي، والناس الطيبة دي صحيح إحنا قرايب وعيلة واحدة بس ما يعرفونيش. هما آخر مرة شافوني أنا كان عندي 4 سنين مثلاً، لسه بنتعرف على بعض طيب افرض رحت اسكندرية في العنوان ده ومثلاً يعني ما قدرتش توصل لحاجة أو ما لقيتهاش. مش وارد الكلام ده، أنا لازم ألاقيها. ليلى أنا شايل ذنب أبويا وعشان كده لازم أدور عليها وألاقيها، على الأقل عشان الراجل ده يستريح في قبره وأنا أبقى عارف هي عايشة ولا ميتة. عايشة؟ إحساسي بيقول إنها عايشة وهتلاقيها إن شاء الله. هتلاقيها على فكرة، أنا إحساسي عمره ما خيب. ليلى مش عارف أشكرك إزاي، لولاك الفترة دي وقفت معايا أنا ما كنتش هقدر أوصل لأي حاجة. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. بابا ومي وحشوني قوي، واحنا عندنا اسبوع نحضره، تيجي نروح؟ يلا بينا. يلا. انت عارفه اصلا اني وحشاني شقاوه ابو علي. ابو علي حبيبي، هو بيحبك قوي. الراجل ده بقى مهم جدا بالنسبه لي. كان جميل قوي ما شاء الله. أرض قلبي طبعا مصروي قوي. احنا نتأخر، ما تيجي نمد شوية. يلا بينا. يلا. شرفتونا ونورتونا، والمره الجايه بقى لازم تجيبي مي وبابا معاكي ان شاء الله، بس انتوا لازم تنزلوا لنا مصر باذن الله. اوعي انتوا ما تجيش. لا لا ما اقدرش. اوعي تنسي بقى اللي قلت لك عليه. اللي هو ايه؟ المره الجايه عايزاكي لما تكلمي لي تفرحيني وتقولي لي انه حصل. يلا عايزه اشيل عودك بقى على ايديا. تتربى في عزكم ان شاء الله. ربنا يخليك. كله سلمي سلمي ما شاء الله. والله يا حاجة أنا ما عارفة أشكرك إزاي، بجد بجد أنا متشكرة قوي وتشرفت بمعرفتك. شرفتينا وأنستينا يا ست ليلى، وعايزين نشوفك تاني إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. وأنت يا أدهم ما تنساش زي ما وصيتك، أول ما توصل لحاجة تكلمنا على طول. إن شاء الله إن شاء الله. أنا هروح على العنوان اللي معايا ده، وأول ما أوصل لأي حاجة هكلمكم. مع السلامة يا أدهم. يلا يا عيال نزل الحاجة ديت للست ليلى في عربيتها. يلا مع السلامة حبيبي. ألف سلام. الله يخليك. أدهم أنا ما بقاليش غيرك، أوعى تقطع بيا، أنا ما صدقت لقيتك. ما تلاقيش. سلام. إيه الحاجات دي كلها يا جماعة؟ معقولة كده؟ إيه حاجات بسيطة كده، المي وبابا وبعدين ده خير جوزي. تعيش ربنا يخليكم، نشوفكم على خير. مع ألف سلام. اطمن عليكم دايما. مع السلامة. توصلوا بسلامة. ابقوا طمنوني أول ما توصلوا. إن شاء الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. Thank you.
اشوفك بكره الصبح. ان شاء الله. ماشي. مش حلاله. مش كتير عليك الشطه؟ لا. كتير عليا انا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بس معلش انا تعبت. خالص انت ما تصورش انا اتبسطت قد ايه اليومين دول. بجد كنت محتاجه للتغيير ده. طب الحمد لله. طب اقول لك ايه؟ اشكرك بقى، عاوز اعزمك على البتاع ده. ايه البتاع ده؟ ايه ده؟ حاجه عاوز اجربها كده بيتحط عليها شطه وبلاقي الناس واقفه. حمص الشامي؟ حمص الشامي بالظبط بالظبط. ماشي، بس انا عايز اقول لك بقى، عندنا هنا في مصر بنسميه حلبسه. حلبسه؟ ايوه حلبسه. يبقى يلا نشرب او ناكل حلبسه. الاثنين. من ساعة ما جيت على مصر انا نفسي ادوق اصلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ ايه ده مي؟ مش معقول. الحمد لله على السلامة. مساء الخير. الله يسلمك. ازيك؟ ازيك يا ادهم؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. باسم، ادهم، وليلى اختي. اختها كبيرة. اهلا وسهلا. سعيدة. انا اسعد. اهلا وسهلا. باسم فنان تشكيلي وبيساعدني في الرسالة بتاعتي. هايل. برافو برافو. اتفضلوا اتفضلوا. انا بقى هعوز الحمص بتاعي دقة كتير وشطة كتير. شطة كتير. ها تمام. شطة كتير و دقة دقة دقة. بقولك ايه يا رشا؟ ايه الاخبار؟ تمام. انت ايه عملت ايه؟ يعني تمام. وصلنا لقرايبه وما شاء الله عنده ارض، بس للاسف لان مامته اتجوزت حتة تانية لسه مش عارفين العلاقة. بس على الاقل اهله يعني ان شاء الله في امل. ان شاء الله. بيني وبينك صعبان عليا قوي. هو عامل ايه طيب؟ متضايق ولا؟ يعني اكيد بس ما بيبينش. اهلا وسهلا. فرصة سعيدة. اهلا وسهلا يا فندم. حلو الحمص؟ جميل. حلو. اه بس هتندمي على الشطة اللي زودتيها دي. كده زود الشطة لو سمحت. اه ده تحدي. ايوه تحدي. ماشي اوكي، هتاخدي بتاعي في الاخر. وادي اتنين سحلبسه جايين في السكه. حلبسه حلبسه. اسمها ايه تاني؟ حلبسه. اوكي سحلبسه. معلش يا جماعه بعد اذنكم. الو. هاي اول جود اول جود دارلينج. I'm in Egypt. No way. When is that? Perfect, perfect. Okay, but I'm gonna get some friends with me. Yeah. Thank you so much. Big kiss. Bye. Bye. الله بقى لسه بدري، احنا هناكل الحمص مع بعض. لا استنوا شويه بقى عشان دي واحده صاحبتي مغنيه مشهوره جدا في اوروبا، وبصي بتعمل مزيكا حلوه قوي، موجوده هنا في مصر وعامله حفله بكره وعزمانه اننا نروح، فلازم نروح. اوكي انا ما عنديش مانع، انا موافقه. تيجوا معانا؟ لا انا للاسف بكره عندي شغل. اه كمان انا هحاول اظبطها. يا ريت يا ريت، هتعجبكم جدا على فكره. قول لي ممكن اقول لغادة واحمد كمان؟ طبعا طبعا. يا نهار ابيض. حلو الحمص جدا. لا مش حمص، حلبسه بقى. برافو حلبسه. حلبسه معلش. ايه في؟ مفيش حاجه. مش عاوزه واحده ثانيه؟ لا لا انا هموت حراق اصلا مش قادر. وحشتني يا ابو علي. ليلى وحشتني يا حبيبي. وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي قوي. ايه ده؟ ايه يا بنتي ده؟ البيت بيبقى مش معقول من غيري. يا حبيبي يا بابا. بقى كده يا ابو علي، يعني بعد كل اللي عملته معاك ده وفي الاخر لا ليلى في الحضن. لا 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 ازاي ازاي؟ الحقيقه ميوي قامت باللازم واكثر كمان، بس يعني هي بتعمل رز معجن شويه. بقى كده؟ لا لا بس حلو حلو حلو. بيهزر والله بيهزر. ماشي ماشي. انا هطبخ لك من عينيا. يا حبيبتي وحشني اكلك. لا مؤاخذه يا ادهم يا ابني،
أصل دي أول مرة ليلى تبعد عني بالشكل ده. خالص خالص اوعى تقول كده. أنا هسيبكم بقى شوية مع بعض كده، حبيت بس أجي أعتذر لك إني لا 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 تعتذر إيه؟ تعالى اتفضل. أنا هعمل شاي اقعد. بابا جايبين فطير مشلتت وبيض وزبدة وحاجات إيه روعة روعة. الله أكبر الله أكبر. تعالي معايا ساعديني. اقعد اقعد يا مي تعالى. اتفضل يا ابني اتفضل. الله يا فرحتي جايبة كل الممنوعات اللي أنا باكلها. ازيك يا ابو علي؟ الله يسلمك. الحمد لله. ايه قول لي احكي لي بقى ايه اللي حصل هناك وعملتوا ايه؟ قابلت قرايبي وطلعوا بجد؟ الحمد لله. وشكلي كده عن قريب كده حاسس والله اعلم. حصل لماما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل خير يا ابني ان شاء الله. يا مسهل يا رب. جايبين لك شويه فطير مش عاوز اقول لك بقى. الله الله فطير مشلتت. ايوه بالسمنه البلدي. بالسمنه البلدي اه بس على الله ليلى توافق ان ناكل منه. بقول لك ايه انا هاخد حته في الخباز نخبيهم كده على جنب. ماشي. بس بعد ما قالوا لي انها اتجوزت الراجل ده في اسكندريه ادوني عنوان، فانا خلال اليومين دول هطلع اسكندريه واسال على الاقل اسرته او اهله هيعرفوا يدلوني عليهم. ان شاء الله انا متفائله وحاسه ان الموضوع ده قرب يخلص. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا سي بابا. شكرا. ايه شاي اخضر تاني يا ليلى؟ اه طبعا شاي اخضر. طب روح افتح الباب. كفاياك دلع اتفضل. حاضر. ايوه كم سكري انا؟ مساء النور. ممكن اصورك؟ اه طبعا. اصل انا بتعلم التصوير دلوقتي. والله الحمد لله على السلامه. ازيك يا فتحي؟ اصل انا شفت العربيه واقفه تحت فقلت اجي اصورك. قصدي اسلم عليكي. تعالى يا فتحي تعالى. حاضر حاضر. اتفضل يا فتحي. والله ليك وحشه. ايه ده بجد بجد؟ طبعا يا اخي انت جارنا عشره عمر. ازيك يا فتحي؟ اهلا وحشتني يا اخي. انا عايز شاي. حاضر اتفضل. طب بصي بصي خليه ياخد الشاي بتاعي انا نفسي في فنجان قهوه. هقوم اعمل لك. انا مش عايز شاي. الله خلاص هشرب الشاي. طب خليك يا ليلى انا هعمل. لا مظبوطه لو سمحت. عامل ايه يا فتحي؟ الحمد لله. لقيت امك؟ ايه ده؟ امك؟ ايه يا ابني الالفاظ دي؟ الله ارحم ارحم. اسمها مامتك والدتك. معلش يا معلش انا اسف اصل هو مدب شويه. لا 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 مفيش اي حاجه. انا وفتحي بقينا اصحاب جدا ونتكلم كده عادي. مش كده فتحي؟ اه كده طبعا طبعا اكيد 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 طبعا. لقيت يور مام. ماي مام. يس يس. لا والله بصراحه لسه ما لقيتهاش يا فتحي. ما جايز مش تكون في مصر اساسا يعني ممكن تكون في استراليا في الهند جنوب افريقيا. طيب ما احنا بندور اهو ربنا يسهل. يا ابني ان شاء الله ان شاء الله لما هتسافروا اسكندريه هتلاقوها. ان شاء الله. انتوا هتسافروا اسكندريه؟ ان شاء الله. انتوا الاثنين مع بعض؟ انا عايز سكر. انت دوت دول فطير. ده ده فطير فطير من عزبه ادهم بس ايه تحفه. خد يا انت عارف يا ابو علي. ايوه الفطير ده عاملاه ليلى بايديها. معقوله؟ والله ده دي مفاجاه بقى. يا ابني ما انا قايل لك ان ليلى طباخه بريم. استنوا بقى يا جماعه في اللمه الحلوه دي اوريكم الصور اللي خدها لي ادهم هيك. اما مكان تحفه تحفه. ايوه 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 ايوه. اتفرج بقى يا بابا معايا كده. بصي يا بنتي الزرع والخضره. الله. لا منظر ايه ده؟ ايه ده الجحش؟ لا بس ايه الطبيعه الجميله دي؟ بس شفت الجحش الصغنن ده؟ صغنونه قوي. دي الارض بتاعتنا دي. وبص هنا وانا لسه فلاحه. بنتي فلاحه فلاحه ممتازه. حلوه قوي. شفتني وانا راكبه الحمار يا فتحي؟ الله 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 الدليل ان انا بعمل لكم الفطير. ده تبان يا طباخه بريمو جدا. فلاحه بريمو. طبعا طبعا. انا عايز ابقى اجي معاكم. جميل. يا نهار ابيض ده انت تنورنا يا فتحي. ومره ناخد صور بدل الصور الوحشه دي. ليلى فلاحه. تماما تماما. بص الصوره دي بكره اصوركم. اتفضل. مع بعض كده. انت مصورنا يا سيدي. وانا يا فتحي. لا استنى استنى. صار عليه ايه معلش؟ صار عليه. ممكن اصور معاك؟ يا ريت. تصور معانا ازاي؟ ما انا صوركم انا صورت.
او انت الادهم. على فكره انا مصور ممكن اصوركم عادي يعني. يلا ايوه بصوا لي انا بقى كده. ابتسامة يا فتحي بقى. ايوه كده. يا سلام. حاضر يا فتحي. كده يا فتحي؟ يلا يا فتحي. بصي لي انا يا فتحي. الله عليك. ما تدوسي جامد. ما تدوسي جامد. بالراحة جدا. مبروك على الكاميرا يا فتحي على فكرة. أنا واخد بالي اشتريت كاميرا جديدة. على فكرة احنا كنا بط هناك. لا. أوه وحشي. خيانة.